حافظ حاجة تقولها لنا يا ابني؟ حافظ حاجة لمين؟ للست؟ غني! حاضر! بطل لعب من صورك مصرش جولة، أفاقا من دي ناس وعرف بيتا كولة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ أرض المنطقة محظورة في شتة العتاولة، وطلع من حواجبك على أرضك هستولة. أشوف وشك على خيرة الله. اللي هو فيه إيه اللي هيحصل يا نمر؟ أنا البطل اللي نفسك تقلده. رمضان! أي حد بيجري باجي بسكته. أنت بتهزر بقى يا أخويا. أتمنى فيكوا بطبع واحدة ثبته. رمضان بس مجرد اسم بيشتت. يا أبو ساعتك مكلمني؟ رمضان! ودني قال لي اعمل انفجار، اداني اشاره وقال لي غير المسار. جدع الله العظيم مالكش حق. لو الدنيا مره واحده بيكون ملعب، اعرف يا ابني اني دوست على الزرار. يا ساتر يا رب. مين اللي قد انت اخرك هتتفرج على صاحب الملعب وانت قاعد في المدرج؟ لا لا انا ما اسمحلكش. لا من فضلك. من وانت صغير حضروك كتير زمان ان الاسد مفترس مش بيهرب. مش نفسك قدام قطر ما بيقعدش. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. هما عاملين عتاولة وبالنسبة لي طفش. يا حلاوة. مفيش حاجة بالنسبة لي اسمها معلش. اخرى كلامك وانت معايا ما تخرفش. دلع وشك. لا لا المحترمة قبله وديله احترامه، اما اللي يجي يعيش هيقل من مقام. شايف الصياعة؟ دي بقى الناس المنحرفة الكمبل. بص لفوق ومفيش وقت اضيعه، اتمنى فيكوا يا قدامي وسمعوا. طيب يا سيدي شكرا كفايه. لما اصحابك هاتهم يلا يشجعوا، واهلي ليها في دنيا بنتلمعوا. كفايه. رمضان ايه يا رمضان؟ مش حد معاك. انت بتقول وقارك ولا ايه؟ عجبالي اول جمله دي يا اسطى.